والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. اقرا بنعمه المسيح جزء من انجيل معلمنا متى في اصحاح 13، الاصحاح المسمى اصحاح امثال الملكوت، وهقرا في مثل الزوان والحنطه. قدم لهم مثلا اخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات انسانا زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطه ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان ايضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه. دعهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد. وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. حينئذ صرف يسوع الجموع وجاء إلى البيت، فتقدم إليه تلاميذه قائلين: فسر لنا مثل زوان الحقل. فأجاب وقال لهم: الزرع الجيد هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو انقضاء العالم، والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار، هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الاسم، ويطرحونهم في أتون النار. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. من له أذنان للسمع فليسمع. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا. آمين. قبل ما أتأمل وياكم في هذا المثل، أحب أكرر تهنئتنا إلى كل إخواتنا المسلمين في عيد الفطر اللي بنحتفل به في هذه الأيام. وأنا كنت سجلت تهنئة وأنا موجود برا في الأسبوع الماضي، وأظن تكون اتذاعت. بكرر التهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل الحكومة المصرية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وفضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، ولكل أحبائنا في المسؤوليات التنفيذية والتشريعية والشعبية والدينية. وبأقدم تهنئة خاصة إلى كل القوات المسلحة وإلى وزارة الداخلية وكل العاملين فيها. يجعلها الله عيدا مباركا للجميع. كمان بشكر كل اللي سألوا علينا في الفترة اللي فاتت. الحمد لله بخير، ونشكر الله، وأشكر صلواتكم ومحبتكم وسؤالكم الدائم. كمان عايز أقول حاجة، إن احنا مقدمين على صوم العذراء إذا أراد ربنا وعشنا. الصوم هيبتدي الأسبوع الجاي، لكن في بعض الناس بتحب تصوم من أول الشهر، يعني من بكرة، يعني بتبقى حاجة فردية أو حاجة شخصية. المهم أنا عايزكم كلكم تجعلوا هذا الصوم صوما خاصا من أجل المتألمين في منطقتنا العربية، في العراق وفي فلسطين، في سوريا، في غزة، في المتألمين جميعا، والذين يتحملون آلام شديدة
في أيام صعبة طبعا بينقلها الإعلام وبنشوفها كلنا، وأحيانا لا نتخيل أن البشر يصنعون هكذا بالبشر، ولكننا نعلم أن الله عينه ساهرة ويعرف أن يعطي كل إنسان بحسب عمله في الوقت المناسب. وعشان كده أنا هتأمل وياكم في مثل الزوان والحنطة. ويانا بعض ضيوف أجانب من ألمانيا والبرازيل، ويانا بعض من إخواتنا المصريين في كندا والسودان وإيطاليا استراليا هولندا اليونان والسويد، بنرحب بيهم. وخورس مدرسة الملاك كنيسة الملاك البحري للشمامسة في حدائق القبة وبرعاية نيافة الأنبا ماركوس الأسقف العام هناك، هم خورس الشمامسة الموجودين ويانا النهاردة. مثل الزوان والحنطة هو المثل الذي يجيب على السؤال الهام: لماذا يا رب يوجد الشر في هذا العالم بهذه الصورة؟ ليه الشر ده؟ من أين أتى؟ من زرعه؟ من صنعه؟ ويا رب أنت مش قادر تغلب الشر ده، مش قادر تشيل الشر ده، مش قادر ترفع الشر ده. ويصور في عقل الإنسان أسئلة كثيرة وأسئلة متعددة، والأسئلة الكثيرة دهيت: إلى متى؟ راجل عنده حقل، الحقل يمثل العالم كله، وزرعه بالحنطة، الحنطة اللي هي القمح. وزراعة الحنطة زراعة معروفة في كل دول العالم، وزراعة معروفة ومطلوبة، وزراعة مفيدة، ودايما كل الناس في كل العالم يقول احنا خارجين نشتغل عشان لقمة العيش، لقمة العيش اللي هي من الحنطة. ولكن اللي بيشتغلوا في هذا الحقل وجدوا، والنبات ينمو، وجدوا زوانا، والزوان نبات يشبه القمح ولكنه نبات ضار فيه قدر من السمية. فراحوا لصاحب الحقل قالوا له: ايه رأيك نروح نقلع الزوان نشيله؟ فاستغربوا من الإجابة، قال لهم: لا، الزوان ممكن يموت الحنطة أو يمتص غذائها من الأرض. فاستغربوا للإجابة: هنسيب الزوان؟ فقال لهم: لا، دعهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، والحصاد هو يوم الدين جدا إلى يوم الحصاد. وساعة ما يجي الحصاد سهل بقى تفرق ان ده حنطة وان ده زوان. فاجمع الزوان تلاقي نبات وظهر اختلافه، فاجمعه واحزموه حزما، يعني رواب ربطة ربطة كده، والقوه في النار ليحرق. ده بالنسبة للزوان. وبالنسبة للحنطة ياخدوها ويستفيدوا بيها ويبقى لها مكان في وقت الحصاد ويبقى يوم فرح. لما جه ربنا يسوع المسيح، وهذه هي مرة من المرات القليلة التي يفسر فيها المسيح مثلا قدمه زي مثل الزارع كده، فابتدى يشرح بأسلوب سهل وبسيط. الزارع هو ابن الله، ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد اللي هو الحنطة هم بنو الملكوت الذين يستحقون الملكوت موجودين على الأرض، والزوان هم بنو الشرير الذين لا يستحقوا الملكوت، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم الملائكة. وتفسير ربنا يسوع المسيح لهذا المثل بقدر واضح جدا ومحدد
ويجيب على السؤال: لماذا يا رب هذا الشر الذي في العالم؟ زي ما قال ربنا يسوع المسيح رئيس هذا العالم أو رئيس سلطان الهواء على الشيطان: آت وليس له في شيء. احنا في شهر يوليا، النهاردة 30 وبكرة 31، شهر يوليا يمتاز بمجموعات من القديسين اللي عاشوا هذا الصبر. وهذا المثل هو درس لنا في شيئين: الشيء الأول هو الصبر اللي هيحصده، والصبر على نمو الحنطة والزوان، والشيء الآخر أو الدرس الثاني هو درس طول أناة الله. عايز أكلمكم النهاردة على طول أناة الله، واتكلم إذا أراد ربنا وعشنا في مرة قادمة عن هذا الصبر. إحنا في شهر يوليا بنحتفل بمجموعات من القديسين، فعلى سبيل المثال في أول الشهر احتفلنا بالقديس موسى الأسود بعيد استشهاده في أول يوليا، وكيف أن الله كان طويل الأناه معه رغم شره الشديد، ولكنه كان إناء مختارا، وفي وقت مناسب ابتدى يظهر له نور الله، وابتدى يعرف محبة الله، وسنة ورا سنة تحول وصار قديسا وصار شفيعا لكل التائبين. طول أناة ربنا. وفي وسط الشهر بنحتفل بالقديس الأنبا بيشوي، أحد القديسين اللي بنحبهم كتير في كنيستنا وخارج كنيستنا. وهذا القديس الذي كان طويل الأناه جدا وتعلم الصبر في حياته. وفي آخر الشهر النهاردة 30 بنحتفل باستشهاد القديسة مارينا الشهيدة، وهي الفتاة الجميلة التي أرادت ورغبت أن تعيش لمسيحها، وتعرضت لمتاعب وعذابات كثيرة، ولكنها ظلت أمينة إلى أن نالت إكليل الشهادة. وطبعا هي غير القديسة مارينا الراهبة اللي بنحتفل بيها في اليوم السابق لعيد العذراء. وبكرة إذا أراد ربنا وعشنا استشهاد القديس أبانوب النهيسي، الطفل الصغير الذي أعلن إيمانه وهو عمره 12 سنة. خد بالك وياي، موسى الأسود شخص بعيد جدا عن الإيمان بالمسيح، قديس أنبا بشوي إنسان عايش في عمق الإيمان بالمسيح، مارينا فتاة في عمر 22 سنة، أبانوب طفل صغير في عمر 12 سنة. نالوا عذابات ونالوا متاعب، ولكن أظهروا قوة، وظلت سيرتهم عايشة لغاية النهاردة وإلى انقضاء الدهر. ماذا يحكم عمل الله معنا؟ إن كان طول أناته أو صبر الإنسان. الله في أول معاملة مع الإنسان أنه محب لكل البشر، هو يحب كل إنسان، حتى الزوان عطاله فرصة أن ينمو، حتى الإنسان الشرير يعطيه عمرا لعله يتوب، لعله يعرف طريق الحق، لعله ينتبه، لأن الله يريد خلاص كل إنسان. بيدي فرصة، بتشوفه على شاشات التلفزيون أشرار من كل شكل، ليه يا رب سايبهم؟ يقول عطيله فرصة، يمكن يتوب النهاردة، يمكن يتوب بكرة، يمكن الشر اللي فيه ده هو يستيقظ فيتركه
ويصير إنسانا صالحا للملكوت. هو محب لكل البشر، فالله لا يكره إنسانا خلقه. الله يحب كل إنسان مهما زاغ هذا الإنسان، ومهما بعد، ومهما أخطأ، ومهما ارتكب من شر، الله يحبه. ولعل محبة الله تصحيه. ده الإنسان في كل أيامه، في أيام حياته، فيروس صغير أو ميكروب صغير يخليه يرقد، خليه ما يعرفش يعمل أي حاجة من شر ولا خير. حتى لو الإنسان انتبه إلى نفسه وفهم حقيقة ضعفه وعرف إن هذا الإنسان مخلوق الله، إنما هو مخلوق للحب وليس للقتل، هو مخلوق للحب وليس للكراهية. لو عارف كده، لو فهم كده. ولكن الشيطان يخدع الإنسان. الشيطان يخدع الإنسان. الله محب لكل البشر، لكن العامل الثاني اللي الله بيصنعه أنه صانع للخيرات. هو صانع لخيرات في حياة الإنسان، والإنسان لو انتبه إلى خيرات الله في حياته يشعر شعور داخلي بأنه لا يستحق كل هذا الخير، لكن برضو الإنسان يلغي عقله. مشكلة إنسان هذا الزمان أنه اعتمد على عقله وعلى مزاجه وعلى فكره، ولم يعتمد على قلبه ولا روح الله الذي فيه، ونسي ضميره. الله صانع الخيرات. نحن نصلي في حياتنا في كل مناسبة ونقول فلنشكر صانع الخيرات، ونشكرك يا رب من أجل النعم الكثيرة التي تعطيها لنا. نشكرك لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. لو فكر الإنسان في كل عنصر من دول في حياته، وكيف أن الله يستر عليه، يعضده، يقويه، يأتي به إلى هذه الساعة، إنه يسجد شاكرا لله. ولكن الإنسان بينسى وبيفتكر نفسه. عارفين المثل الشعبي المصري اللي بيقول يا أرض تهدي ما عليكي قد، يقولوا المثل الغريب ده. هو يظن الإنسان إنه كده، ولكن الإنسان من الضعف جدا. مرة قريت يقولوا الكائن البشري ضعيف للغاية، فعطوا مثال لطيف قوي. قال لك الكتكوت بعد ما يخرج من البيضة يمشي بعد نص ساعة، الإنسان بعد ما يتولد يمشي بعد سنة ونص سنتين. وهذا وجه للمقارنة. كتكوت ده كائن حي ولكن صغير جدا، يمشي بعد نص ساعة يمشي. أما الإنسان فضعيف للغاية، والله لذلك يغدق من خيراته على الإنسان. ولكن الإنسان ما أبشع خطيته، لا يقدر نعم الله الكثيرة والجديدة في كل صباح. هو صانع خيرات. الأمر الثالث أن الله يضبط الكل، فليس شيء خفي أمام الله. تفتكروا الأخبار اللي انتوا بتشوفوها على التلفزيون والحاجات المزعجة اللي بتبان واللي بتقروها على النت وغير النت في الصحف وفي الميديا بصفة عامة، ليست خافية عن الله أبدا. ولكن في كل شر تجدوه وفي كل أسى وألم نشعره، نسمع صوت الله دعهما ينميان معا. أقول للحصادين اجمعوا أولا الزوان،
في نهاية العالم وفي وقت الدينونة وانقضاء الدهر أولا اجمعوا الزوان. بنو الشرير، وبنو الشرير يقول عليهم هنا في تفسير المثل جميع، فيجمعون من ملكوته جميع المعاسر وفاعلي الاسم ويطرحونهم في اتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الاسنان وليس ندم ينفع بشيء. الله محب للبشر، صانع للخيرات وضابط الكل، ولذلك يقول لنا القديس بطرس الرسول احسبوا أنات الله خلاصا. قديس أبو مقار بيقول عبارة لطيفة قوي، بيقول طول هو صبر والصبر هو الغلبة، طول الروح هو صبر وحطول الأناة ده نوع من الصبر، والصبر هو الغلبة. تعال ادي لك بعض الأمثلة. في العهد القديم نقرأ عن فرعون وكيف فرعون وقف أمام الشعب وبضربات متتالية، موسى النبي يطلب منه أن يطلق الشعب وفرعون يرفض، وتيجي ضربة قاسمة وضربة مش محلية، ضربة تغطي كل الأرض، أرض مصر، وتتوالى الضربات ويتقصى قلب فرعون. والله يطول بالك، مطول بالك يا رب على شر فرعون؟ قال آه، يمكن يتوب، يمكن عقله يهديه، يمكن ضميره يستيقظ. يا رب قد كده بالك طويل؟ ما الإنسان الشرير موته على طول ونخلص، ولا رحمتي لا تسمح بذلك، ينبغي أن يأخذ الفرصة كاملة. وبعد ضربات 10 خدت زمان طويل، في النهاية تأتي ضربة موت الأبكار، ويطول الله باله. واحد تاني زي شاول الترسوسي الذي كان مجرد ذكر اسمه يرعب النفوس التي هي بكر المسيحية، لسه نفوس عارفة المسيح من جديد، لسه جديدة، ولكن اسمه بس كان مرعب. وهو يقول عن نفسه كنت مفتريا أضطهد كنيسة الله بإفراط. إيه يا شاول؟ إيه اللي هيحصل لك؟ نجد أن الله يطيل أناته جدا على شاول، طول باله، وهذا ما يصنعه الله في زمننا هذا. عندما يوجد إنسان شرير في أي مكان في العالم، الله يطيل أناته، فلسنا أحكم من الله. وفي وقت مناسب يتحول شاول، ويتحول كقامة عالية، يتحول من إنسان فاسد شرير إلى إنسان قديس وكارز باسم المسيح. مثال آخر من الأمثلة، وهو القديس أغسطينوس، وفي سيرته أيضا يشبه مريم المصرية. أناس عاشوا وحسوا بذواتهم وافتخروا بذاته. أغسطينوس افتخر بالطابة التي كان يجدها، باسمه اللي بيلمع وبيطلع من مسقط رأسه في الجزائر في عنابة، ويروح لغاية ميلانو في إيطاليا، ويبتدي الخطابة بتاعته تجذب كثيرين، ولكنه يشعر بفراغ في داخله.
وعندما ينتبه إلى عظات أسقف ميلانو القديس أمبروسيوس، وعندما تقع في يده سيرة القديس أنبا أنطونيوس أول الرهبان على أرض مصر، وعندما يتذكر دموع أمه التي كانت تصلي على الدوام، هذه كلها مجتمعة تحوله وتتوبه وينتبه. ويقولون في سيرته، أو هو يكتب عن سيرته، يقول كده: فتشت عنك كثيرا أيها الجمال غير المدرك، وأخيرا وجدتك في قلبي. يعني كان مسيحه ساكن في قلبه وهو مش دريان. المسيح كده زي ما يكون منزوي في جنب من القلب، يمكن يصحى، يمكن يتوب، يمكن ينتبه. ويقول: فتشت عنك كثيرا أيها الجمال غير المدرك، وأخيرا وجدتك في قلبي. وعندما جاءته الإنسانة الشريرة التي أسقطته وخبطت على الباب وقالت له: أغسطينوس أغسطينوس، يرد عليها من جوه يقول لها: مش موجود أغسطينوس، مش موجود. تقول له: ما انت بترد اهو. يقول لها: ده مش أغسطينوس، ده المسيح الساكن في أغسطينوس هو الذي يجيبك. وصار ابن الدموع وشفيع للتائبين، وصار أسقفا قديسا في الكنيسة الجامعة، وصارت تبنى على اسمه كنائس وأديرة، ويسمى باسمه ناس كتيرة، وصار اسمه عظيم. احسبوا أنات الله خلاصا. هكذا يوسف الصديق في العهد القديم تعرض أيضا إلى أتعاب كثيرة، والراجل ما عملش حاجة، ده كان رايح يفتقد إخوته، وإخوته بغدر يبيعوه، والقصة طبعا كلها معروفة ليكم. ويتعرض للتجربة في بيت فوتيفار، قول: يا رب سايبه ليه؟ ده انت اللي قلت عن يوسف: كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، سبته ليه؟ قول: طول بالك، بس طول بالك، هذه التجارب سوف تثقله، سوف تجعله أكثر نضوجا. وعندما يقف أمام امرأة فوتيفار يقول العبارة القوية: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ إزاي يعني؟ ولم يسقط، وصار مثالا لأصحاب الجهاد الروحي القوي. طول أنات الله تمثل عدة أبعاد في حياة الإنسان. الله في طول أناته هو أمل للخطاة: أيها الخاطي، أيها الإنسان البعيد، أيها الإنسان الذي تصنع الشر، أيها الإنسان الذي يتحكم فيك مزاجك، أو تتحكم فيك شهوة معينة أو رغبة معينة، أو يتحكم فيك عقلك المنغلق، اعلم أن طول أنات الله هي أمل ليك، هي الخشبة اللي ممكن تتعلق بيها قبل أن تضيع تماما وتلقى في أتون النار حيث البكاء وصرير الأسنان. هي أمل للخطاة. ده لولا طول أنات ربنا كان مفيش ولا إنسان يعرف يعيش. ده لولا أن ربنا مطول باله على الإنسان الخاطي، أحيانا الأخ أو الأخت يروح في الاعتراف ويقول لأبونا: أنا وقعت في الخطية الفلانية. وأبونا يبتدي وياه كده بتدريبات روحية وعلاجات روحية، ويقع تاني ويقع تالت ومرات، وأحيانا يجي الشيطان يضربه ضربة اليأس عشان ما يروحش بقى، ويعتبر أن الخطية هي الأصل. لكن الإنسان المنتبه لنفسه، أنات الله هي أمل له وهي رجاء. أيضا طول أنات الله هي دعوة للتوبة، دعوة لتوبة الإنسان.
طيب ربنا فوت الحكاية دي النهاردة وسطر عليك النهاردة وعدى الموضوع ده النهاردة، وطب وبكرة ممكن يستر عليك، طب وبعدين؟ هل تأخذ ستر الله وطول أنات الله تأخذها بهذا القدر من الإهمال؟ احسبوا أنات الله خلاصا، فالله يطيل أناته على الشر كأنه ينادي كل إنسان بالتوبة. المسيح وهو على عود الصليب وكل الأشرار حوله بنظراتهم القاسية وبأفعالهم الشنيعة، ولكن المسيح على الصليب يقول لهم: اغفر لهم يا الله يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. حتى الله والشر الذي يصنعوه في مسيحنا المتجسد، الله يعطيهم فرصة يمكن يتوبوا. ونسمع عن لونجينوس طاعن جنب المسيح كيف أنه تاب وصار قديس، كان عيده من يومين. طول أنات الله هو دعوة للتوبة، دعوة للتوبة. اوعى افتكر انها شطارة منك انك الخطية تعملها وتعدي، دي مش شطارة، ده الله ساتر عليك لألا تفضح. الله مطول أناته عليك او عليكي، مش شطارة منك ابدا. الأمر الثالث أن طول أنات الله هو تحذير للإنسان. هتاخد بالك ولا هتقع تاني؟ هو تحذير أو جرس تحذير لإنسان: اصحى، الشر يلد شر، ولكن عندما يأخذ الإنسان حذره وينتبه وينتفض من هذا الشر ويبتدي يسلك طريق جديد، يبقى مشى في طريق بنو الملكوت. أرجوكم لما ترجعوا النهاردة اقروا هذا المثل جيدا، وستجدوا يجيب عليك على أسئلة كثيرة بتواجهنا في حياتنا كده، إن الإنسان يكون بيحذروا في إنسان الأمانة بتفوته ويبتدي ياخد طريق تاني. ده ربنا بيقول لك خد بالك، استيقظ، انتبه. فطول أنات الله هي شكل من أشكال التحذير. أيضا طول أنات الله تعبر عن صبر الله، الصبر اللي مفترض ان احنا بنعيش. يقول كده: وانتم باذلون كل اجتهاد، قدموا في ايمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبر، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة اخوية، وفي المودة الاخوية محبة. قديس بطرس في الرسالة الثانية إصحاح الأول. وأنتم باذلون كل اجتهاد، قدموا في إيمانكم فضيلة، معرفة وتعفف وصبر. فكأن الله يقدم لنا نموذج الصبر، هو عمال يصبر على الذين يصنعوا الشر. نسميها طول أنات الله. ويا ترى أنت بتصبر؟ دايما في حل المشاكل بالذات المشاكل الأسرية في حاجة يسموها التايم فاكتور، عامل الوقت. أحيانا عامل الوقت يساهم في حل مشكلة. عامل الوقت ده مهم جدا، يساهم في حل مشكلة. يعني الإنسان أحيانا يصبر طول مشكلة تبتدي تتحل. طبيعة إنسان هذا الزمان عايز كل حاجة دلوقتي،
زي ما بتضغط كده على مفتاح النور كهربا تيجي أو النور ينور. أحيانا الإنسان بيظن أن الحياة بهذه الطريقة، طبعا لا، ده الطبيعة نفسها بتعلمنا الصبر. ده أنت بتزرع البذرة وبعد زمان تجني الثمرة، ده الجنين نوع ده صبر. الله كان ممكن الجنين ده يتكون في أسبوع، الثمرة دي تطلع في أسبوع، ولكن صبر الله هو نموذج لصبر الإنسان، نموذج لصبر الإنسان. وعايزك تعرف إن أحد صفات المحبة هو الصبر، زي ما مكتوب كده في إنشودة المحبة: المحبة تصبر على كل شيء، المحبة تصبر على كل شيء. فصبر الله هو نوع من أناة الله على الإنسان، وبيعلمني أنا كمان إزاي أصبر على أي شيء أمامي. آخر حاجة، طول أناة الله هي دينونة، هي دينونة للإنسان الذي استمر في شره. هي دينونة للإنسان الذي استمر في شره. كيف سيواجه الله؟ لو وقف قدام ربنا وقال له ما كنتش أعرف أو ما كنتش واخد بالي، مش هتنفع، لأن الله سيقول له: أعطيتك فرص كثيرة، وأعطيتك أمثلة كثيرة قدامك، وكنت تصر على الشر. لما بتسمعه وبتشوفه الحاجات المؤلمة اللي بنشوفها على شاشات التلفزيون وفي الصور وفي الأخبار، اوعى تعرف، اوعى تفتكر الحاجات دي هتعدي على ربنا كده. الله يختزنها لصاحبها او اصحابها، وستكون هي دينونة لهم، وتكون النتيجة زي ما بيقول كده: يطرحونهم في أتون النار حيث البكاء وصرير الأسنان، وهذا بلا نهاية، بلا نهاية. ولذلك كن على ثقة أن الله عينه ساهرة على كل إنسان، ويعرف ما يفعله إن كان خيرا أو شرا. واحسبوا أناة الله خلاصا. إن أردنا أن نقول للذين يعتدوا على أبرياء في أي مكان، نقول لهم هذه الرسالة: احسبوا أناة الله خلاصا. فالله الذي خلق الإنسان لا ينساه أبدا، وكل البشر اللي خلقهم الله هم أمام عينه، ويعرف ما يفعله كل إنسان، يعرفه جيدا. ولكن الذين يأخذون الشر طريقا، نقول لهم الرسالة دهيت: احسبوا أناة الله خلاصا، احسب طول بال الله خلاص من أجلك، فرصة متجددة، انتبه واستيقظ واصحى، لألا تضيع حياتك في الأرض في السماء. والعقاب السماوي أشد بما لا يوصف من العقابات الأرضية. احسبوا أناة الله خلاصا. زي ما قلت لكم، خلوا هذا الصوم الجديد الذي نصومه، صوم أمنا العذراء مريم، خلوه في صلواتكم. صلوا من أجل كل إخوتنا المتألمين في كل مكان، في العراق، في سوريا، في فلسطين، في غزة. بنصلي من أجل جميع المتألمين في أي مكان، أن الله يعطيهم تعزية في قلوبهم، ويحفظهم من الشر، ويعطي انتباها
لهؤلاء الذين يصنعون الشر واحسبوا أنات الله خلاصا. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا. آمين. من الليل يا دوك سابتري كي يوكي عيون ماتي كنكاي استوسي ونستوني ونعم انتنوشي بولنغو موجي